بيدوري مشاهدينا. حبيت نقول لكم صباح الخير، لكن دائما كما عودتكم قبل ما نقول لكم هذاك صباح الخير ونقول لكم الكلام الموزون تاع اليوم، خلوني نقول لكم افعل ما شئت لكن لا تخذل شخصا منحك عقله وقلبه ووقته. اذا صباح الخير، هيا روحوا دوكاتيك جيبوا ورقه وستيلو وقابلوني هنايا اليوم نشوف شنو حنطيب لكم، وكذلك تشوفوا الوصفه الجماليه اللي جابتها زميلتي سميه.